مرحبا أعزائي المتابعين، حياكم الله. ركز معي في هذا الفيديو جميل جدا، بخليك تقدر ازاي تحول الكسر الدائري الى كسر اعتيادي، كسر الدائري الى كسر ايه اعتيادي. يعني على سبيل المثال، اوكي، ساعات بيسموه الكسر الدائري او بيسموه اللي هو العدد الدوري. يعني اوكي، لو انا مثلا على سبيل المثال عندي مثلا 0.3، طبعا وعلى هنا كده سيركل صغيرة او عليها شخطة صغيرة كده، عاوز تحوله الى ايه؟ عاوز تحوله الى هنا، الى عدد، الى كسر اعتيادي، الى كسر ايه اعتيادي. هتقول يساوي، بص يا صاحبي، هنا تاخد اللي عليه اللي هو الدائري، الرقم عليه الدائرة او عليه الشرطة، هنا هتحط هنا 3. اوكي، هتحطه هنا 3، ماشي، كلام جميل جدا جدا. اوكي، بعد كده يا سيدي الفاضل هتعمل ايه؟ ايه هنا الارقام غير الدورية؟ في هنا ارقام غير دورية، يعني في هنا ارقام غير دورية، ما فيش اللي هو مين؟ الصفر، صح؟ يبقى ناقص صفر، هتقول ناقص صفر، 3 ناقص صفر على، اوكي، هنا كم عدد دوري؟ هنا 1 فقط، هتحط 9. طب لو كان 2 تحط 9، هتشوف بقى بعد كده. 3 ناقص 0 3، 3 على 9 اللي هي بيساوي كام؟ بيساوي 1 على 3. لو جت قسمت 1 على 3 هتلاقيها بيساوي كده 0.333. العدد 3 ده ايه؟ هتلاقي عشان كده ساعات بنكتبه 0.3 ونحط عليه كده ايه؟ سيركل او دائرة. هات المثال تاني، تكون مكونة مثلا من رقمين. انا عندي هنا 2.35، اوكي، وطبعا ده كده ايه؟ طبعا العدد ده كده عندك كسر دائري، دائرة صغيرة، او كان دوري حتى، لو كان دائري او دائري. هتعمل ايه؟ اول حاجة تكتب رقم بدون اي حاجة، تكتب رقم كله زي ما هو، 2 3 5 ناقص، اوكي، ايه الغير دوري هنا؟ الاتنين، يبقى ناقص 2 على كام دوري هنا؟ كام دوري هنا؟ 2، صح؟ هذا 1 2، اوكي، وهنا 1 غير دوري فبتحط انه 0. اوكي، يبقى هنا 235 ناقص 2 233 على 990. لو جت قسمت 238 هتساوي ديك هذا الرقم. تعال نكبر الرقم شوي. لو عندي هنا 0.435 دوري 6 7، اوكي، عاوزين نكتبه كسر اعتيادي. هتعمل ايه؟ قلنا هنكتب رقم زي ما هو، 4 3 5 6 7 ناقص اللي هو الغير دائري اللي هو 34 او 43 على هنا كم؟ 1 2 3، بحط كام؟ ده 1 2 3، وهنا 2 اهمت بحط مكانهم 0، فيطلع الناتج بتاع حضرتك في الاخر 4 3 5 2 4، تقسمها على كام؟ على 9 9 9 0، فبعد التقسيم تطلع 403 على 925. يبقى انا قدرت احول كسر دائري او دوري كمان الى ايه؟ اعتيادي، بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.